ممكن ناس من اللي شايفيننا دلوقتي يقول استاذ سليم بيفخم فيه قوي، الراجل لسه بيخاف لدرجه انه ما قدرش يصبر مع انه كان بيتكلم كل يومين يطلع في لقاء، ما قدرش يصبر ودخل عمل مداخله هاتفيه مع شريف عامر علشان يقول للناس مصر مش زي فرنسا وفرنسا مش زي مصر، وكان في حاله خوف وهلع من السترات الصفراء في فرنسا وتظاهرات في باريس، وايضا الاجراءات الاقتصاديه اللي كانت مقرره الشهر ده تم تاجيل بعضها الى حين ميسره خوفا من التظاهرات اللي حاصله في السودان. الرجل يخاف، الرجل ليس بهذه القوه. لا انا ما اقولش انه قوي، هو ضعيف، لكن المشكله ان المعارضه اضعف. انا لم اقل انه قوي، ولا الاجراءات اللي بتحصل دي كلها يعملها حد قوي، ولا شغلانه كل شويه انا شايل